اتكلمنا ايضا على مرحله ما بعد الحرب واهميه ان انا بقى مش هقول احياء مسار حل الدولتين، لا، احياء المسار ده فكره على مدى 30 سنه استنفذت ولم تحقق الكثير. احنا كمان عايزين نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية التي تتسبب في ألم. احنا النهاردة بنتكلم على 5 جولات صراع تمت خلال 17-20 سنة اللي فاتوا، سقط فيهم من الإسرائيليين من الفلسطينيين ما يقرب من 27,000 مدني، أغلبهم من النساء والأطفال. 27,000 مدني سقطوا خلال 5 جولات صراع. أرجو أن احنا ما يعني لا نغفل ذلك، وأن أسبابه هو أن الأفق السياسي الحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى في دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. وقلنا أن إحنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضا في ضمانات بقوات، سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتم عايزين، حتى يبقى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. هنا بنتكلم على أن إحياء المسار قد لا يكون هو الأمر المطلوب بعد اللي احنا شفناه. نتائج تعثر هذا المسار على مدى 30 سنة بيقول لنا أن احنا لابد أن نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها الأمم المتحدة. أنا أتصور أن احنا لو تحركنا بهذا الأمر هنبقى ده بيعكس مسؤولية حقيقية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا، اللي كل 4-5 سنين نتعرض لها لمسألة زي اللي احنا بنتعرض لها دي وينتج عنها ضحايا، ثم نتكلم عن إحياء المسار وأن يبقى في حل للدولتين، ثم مع الوقت تتآكل الفكرة قدام التفاصيل المختلفة لهذا الأمر. مرة تانية أنا بشكر دولة رئيس الوزراء سنجيد، شكرا جزيلا على وجودك معنا في مصر، شكرا جزيلا على موقفكم الإيجابية وتفهمكم لما يحدث في المنطقة، وأيضا بشكر دولة رئيس الوزراء ألكسندر على وجودكم في مصر. أهلا بكم، سعداء بصداقتكم وسعداء بشراكتكم، واسمحوا لي ان انا اعطي الفرصه لدوله رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. تفضل.